في مرحلة ما تجد شعور الملل يحيط بك من كل جانب، ربما تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي فقط لأجل أن تحرك إصبعك لا أن تتصفح. ربما تبدأ عادة سيئة مثل الأرجيلة، ليس حبا بالتدخين بل بحثا عن حافز وتجربة جديدة. ربما تمضي ساعة كاملة تحدق في شخص يبني كوخ في غابة، ليس إعجابا بما يفعل بل لأنك بكل بساطة تشعر بالملل، الشعور الذي يكون فيه تركيزك مصبوب على لا شيء، يعني تشعر فقط بالفراغ التام، كما حالنا الآن. ربما نحن كبشر كما تعلم نعيش في حياة متشابهون بها في كل شيء تقريبا، يعني نحن نأكل، نشرب، ننام، نذهب للحمام إلى آخره. سواء الشخص ملياردير أو مشهور أو عادي أو معدوم أو بسيط، كلنا نشترك في شعور الملل. فإذا كنت تشعر بالملل فهذا المقطع مناسب لك. كتبت هذه الجملة في عنوان المقطع كما قرأت، وأعتقد أنه حفزك لمشاهدته. لذلك سأفترض بشكل أو بآخر أنك تشعر بالملل بدرجة أو بأخرى، وأنا صراحة أشعر أيضا. لذلك اسمع هذه المعلومة المهمة: الملل سببا في بداية كل إبداع. في تجربة وضعوا شخص في غرفة فارغة ولم يسمحوا له بأي شيء يسليه، مثلا هاتف أو تلفاز أو أصدقاء حتى، ثم طلبوا منه أن يقرأ دليل الهاتف، وهذا عمل ممل جدا كما تعلم، يعني جعلوا الشخص يشعر بالملل التام. وفي غرفة أخرى وضعوا شخص آخر وسمحوا له بكل ما يسليه، مثلا تلفاز يعمل في الغرفة، أشخاص تتحرك حوله، بحيث الشخص لا يشعر بالملل. ثم طلبوا من كلا الشخصين أن يبتكروا طرق للاستفادة من كوب بلاستيكي. وجدوا أن الشخص الذي كان يشعر بالملل أبدع في الحلول، بينما الشخص الآخر الذي كان في حالة عدم ملل لم يبتكر أي شيء. هنا استنتج أن الملل يعتبر حافز لدماغك للإبداع. يعني لو كنت تشعر بالملل الآن، ربما لديك فكرة أو مشروع أو دراسة أو أي عمل يتوجب عليك إنجازه، تأكد أنك لو باشرت به الآن وباشرت التفكير به ستحصل على نتائج ممتازة. وهذا رأي الطب النفسي تشارلز تاونز، هذا فيزيائي مشهور جدا حاصل على جائزة نوبل. في مرة كان هذا الرجل يشعر بالملل فجلس على مقعد في حديقة عام 1951 وأخرج قطعة من الورق من جيبه وأخذ يطويها برتابة بسبب الشعور بالملل، مما قاده للتفكير في إمكانية اختراع الليزر، أحد أكثر التقنيات انتشارا في عصرنا الحالي. تخيل. لذلك سبحان الله تجد أغلب الفيزيائيين يستخرجون أو يستنتجون أمور كبيرة من الحدائق، يعني نيوتن والتفاحة وهذا الآخر. لذلك إذا أردت أن تكتشف شيء ما امشي في الحدائق، وهذه معلومة حقيقية علمية سأخبرك عنها في نهاية المقطع. يعني عندما تشعر بالملل المرة القادمة ابتسم، فأنت على بداية إبداع بإذن الله تعالى. هنا يصرخ أحد المشاهدين بصوته العالي قائلا: لا أحد يحب الملل. فنسأله مستغربين: لماذا تصرخ؟ فيجيب: لأنني أشعر بالملل. نعم، هذه الجملة صحيحة، لا أحد يحب الملل. لذلك تجدنا اعتدنا في حياتنا على الحركة، لا أحد يحب أن يكون هناك لحظات غير ممتلئة حتى لو ملأناها بأمور غير مهمة، لدرجة أنك أحيانا ربما تغلق الواتساب وتخرج منه ثم تعود له في نفس اللحظة، فقط لأنك بكل بساطة تحاول تعبئة وقتك بأي شيء حتى لا تشعر بالملل. أنا على مستوى هذا المقطع أخبرت محرر القناة بكل وضوح أن يكثر من المؤثرات البصرية والحركية أثناء المونتاج حتى لا يمل المشاهد، لأنه اعتاد الحركة في حياته، ولا يعقل أن يكون مقطع عن الملل ممل. فالجلوس لوحدك دون فعل أي شيء هذه الأيام يشعرك بالذنب، ذنب أنك لا تفعل أي شيء صحيح، لأنك دائم البحث عن أي محفز حسي، حتى لو كان هذا المحفز تصفح الهاتف أو شرب القهوة أو مشاهدة التلفاز أو اللعب، أي شيء، المهم ألا تشعر نفسك بالملل. في تجربة تم وضع أشخاص في غرفة في ظروف مملة، وتم وضع زر بجانبهم إذا ضغطه الشخص يصاب بصعقة كهربائية. الغريب في الأمر أن 25% من النساء و76% من الرجال عرضوا أنفسهم لصعقات كهربائية للتخلص من الملل. تخيل، يعني فضلوا شعور الألم على الملل. طبعا تلاحظ أن النساء تفضل الملل أكثر من الرجال حسب الدراسة، لذلك لاحظت أن 25% فقط من قرروا الضغط على زر صاعق الكهربائي. سبب هذا الأمر أتركه لأخواتنا الفتيات الإجابة عليه، يعني لماذا تفضلون الملل على الشعور بالألم؟
صراحة يعني أنتظر رأيكم في التعليقات، لأنني أنا أيضا أصابني الفضول حول هذه النقطة. يعني ملخص ما قلناه إلى الآن أن الملل لا أحد يحبه، ولكنه شعور لا بد أن نشعر به كبشر. فعندما تشعر بالملل تأكد أن تستغله في التفكير في أمور تهمك، لأن الملل سببا للإبداع كما وضحنا. فعندما تشعر بالملل أنت أمام حلان، إما أن تستغل هذا الشعور في شيء يفيدك لأن الملل هو سبب للإبداع، أو أن تقضي على الملل بفعل أي شيء سواء جيد أو سيء، يعني مثل اللعب أو ممارسة عادات سيئة كالتدخين. لذلك إذا كنت تفضل الخيار الثاني أنصحك بأن تقضي على الملل بدل العادات السيئة بالمشي، وخصوصا في الحدائق. كان مؤسس شركة أبل الراحل ستيف جوبز يقوم بعمل وعقد اجتماعاته أثناء المشي، تخيل. وهذا الأمر أيضا يشاركه به مؤسس فيسبوك مارك أيضا. في النهاية أحبتي في الله، تذكر أن الأيام متشابهة، وأنت تشعر بالملل ربما بسبب تشابهها، تنام وتستيقظ بنفس الروتين، وهذا أمر ليس سيء، ولكنه يسبب لك الملل الذي يسبب التسويف. كتبت على صفحتنا على الفيسبوك جملة: لا تقل غدا سأبدأ، لأن غدا هو نفس اليوم مكرر، ابدأ الآن وإلا فإنك متأخر حتى لو بدأت غدا. سأعطيك 5 ثواني لاستيعابها. شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، وأتمنى لكم حياة مليئة بالنشاط والحيوية بعيدة عن الملل، قريبا من الملل الذي يسبب لك الإبداع، ودمتم في أمان الله.